يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من الخلاصه هناخدكم كده في النهارده لحكايه لطيفه. الحلقه طبعا عن قصه معدن نفيس وهو الذهب وعلاقته بالمصريين اللي يمكن من اوائل من استخدموه في العالم واصبح بيرتبط بحضارتنا وبثقافتنا وبينا لغايه يومنا النهارده واصبح شيء اساسي كمان في تعاملات المصريين وفي أعراف المصريين وفي عادات المصريين وأصبح ملاذ آمن لكل المصريين السعين دائما زي ما بيقولوا دائما أنه ده يعني الشيء أو الخزين ده خزنتك اللي بتحفظها مع الزمن وبتضمن مع الوقت أنك تحافظ على قيمة فلوسك. لكن قصتنا وقصة الذهب مع المصريين بتعود لعصور قديمة لما الفراعنة اكتشفوا الذهب عن طريق تقريبا أكثر من 125 منجم في الصحراء الشرقية ومنطقة البحر الأحمر والنوبة اللي هي أرض الذهب، وعلشان كده تم تسميتها بأرض الذهب باللغة المصرية القديمة. الذهب اللي فضل هو الكنز الأكبر في الأراضي المصرية واللي قدسه المصريين بشكل أو آخر، لدرجة أنه أحد حكام الشرق بعت رسالة للملك أمنحتب التالي بيقول له فيها ابعت لي بكمية من الذهب لأن الذهب في بلادك مثل التراب. كمان في بردية موجودة في متحف تورينو في إيطاليا بتعود لعهد الملك سيتي الأول من الأسرة 19 بتشير للمناجم المنتشرة في الصحراء الشرقية والاكتشافات الأثرية المتعاقبة بتعكس تمتع المصريين بخبرة هائلة في مجال التنقيب عن الذهب واستخراجه وكمان الخبرة الكبيرة في مجال التصنيع. وتخيلوا معايا الصورة اللي بتشوفوها دي بتشير لألاف السنين ولقوة مصر القديم في استخراج الذهب من باطن الأرض وتمكنه من صنع التماثيل اللي بنكتشفها دلوقتي سواء كانت مصنوعة من الذهب أو كان طبعا حلي زي ما بنشوف في كتير من الحلي المكتشف سواء للأسرات المالكة أو حتى في تعاملات المصريين اليومية والمشغولات الذهبية، ويمكن قناع توت عنخ آمون الذهبي من أعظم المشغولات الذهبية اللي بيكون أعظمها اللي تم اكتشافها عبر يعني السنين. كمان استخدموا النار والغاب المصنوع من الخزف علشان يتم صهر الذهب وفي أصله تنقيته من الشوائب، وفي صور موجودة على جدران بعض المعابد والعمال واقفين وبينفخوا في أنابيب طويلة عشان يصبوا الذهب في القوالب عشان يتمكنوا من صناعة الحلي. بتمر الحقيقة سنوات وبنوصل للعصر الحالي وبيستمر الذهب في رونقه وبيفضل المعدن الثمين والغالي، وبنشوف عملية طبعا ارتفاع وانخفاض في الأسعار وناس كتير بتبقى عايزة تعرف هل الاستثمار الآمن هو شراء الذهب ولا تحويل الأموال لعقار ولا نشيل الفلوس تحت البلاطة أحسن. طيب إزاي أصلا يعرفوا أنه الذهب اللي معهم سليم 100% وما فيش أي تلاعب فيه من حيث العيار أو إضافة مواد تانية فيه؟ وزي ما قلت لكم حكاية الذهب في العصور القديمة واكتشافه من ألاف السنين مرورا بوقتنا الحالي، تعالوا نشوف يمكن تقرير عن أهمية أو إزاي تعاملت الحضارات القديمة مع الذهب، هنشوفها في الإنفوجراف الآتي.
علشان ندخل عالم الذهب في مصر في حياتنا النهارده، خلونا الاول نروح كمان نشوف الانفوجراف ده اللي يوضح كمان اكبر دول العالم من حيث احتياطي الذهب، ونرجع نكمل كلام. الخلاصة انه الذهب على مدار السنين الطويلة والحضارات المختلفة كان صنعة وفن ومحبة لاقتنائه، وكان كمان ملاذ آمن. عشان كده هنفتح مع حضراتكم النهاردة ملف أسواق الذهب، هنعرف أسرار التجارة وأنواع الذهب المختلفة، وكمان سوق الذهب المستعمل والصيني، وإزاي تجيب قطعة الذهب اللي في بالك وبسعر جيد وما تبقاش مغشوشة، واللي يفرق ده عن ده عن ده عن ده، ولو عايز تجيبها اونلاين تعمل ايه، ولا تشتري بنفسك ولا تخلي حد يشتري لك، تعمل ايه في الشبكة في الخطوبة، كلها حاجات مهمة خاصة في توقيت الأزمة الاقتصادية كمان حاكمة فيه بشكل او باخر. فعشان كده النهاردة هنشوف حكاية الذهب مع المصريين وأسرار صناعته واقتنائه مع الأستاذ إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمصوغات الثمينة باتحاد الصناعات. بعد الفاصل هنستقبله ونكمل حوارنا.